الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي للدوري ربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب فوزه على فريق سموحة بثلاثة أشواط نظيفة في دور 16 في المباراة التي أقيمت على صالة شهداء بالجزيرة أمس الثلاثاء. وأكد حمدي الصافي المدير الفني للفريق على أهمية الفوز على سموحة لمواصلة الانتصارات، لافتا إلى أنه قام بإشراك جميع اللاعبات للاطمئنان على مستواهن الفني والبدني خلال الفترة القادمة، والتي تشهد استضافة الأهلي بطولة إفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 25 من مارس القادم. ويلتقي الأهلي في دور الثمانية الفائز من لقاء 6 من أكتوبر والنصر. حصل فريق شابات النادي الأهلي للكاراتيه على درع الدوري الممتاز الذي يعد الدرع الأول لهذا الموسم. ومثل الأهلي اللاعبات ياسمين محمد، هايدي أحمد، ميادة هشام، هايدي شريف، مهناز طارق، أمينة وائل، آية أحمد، حبيبة ماجد، نور إيهاب، وسندس عادل. ويقود جهاز الكاراتيه الدكتور مراد عاصم، المدير الفني والمدربون حاتم يوسف وعبد الله خليل. تستأنف غدا منافسات فرق كرة اليد آنسات بعد فترة توقف دامت 30 يوما لظروف امتحانات نصف العام الدراسية، حيث يواجه فريق الأهلي آنسات 98 بقيادة محمد راضي فريق الشمس في المباراة المؤجلة من الدور الأول. ويذكر أن فريق آنسات الأهلي 98 نجح في الفوز بجميع مباريات الدور الأول متفوقا على فرق أندية سموحة وسبورتنج والطيران وهيليوليدو والنصر.